الحمد لله أنا ندمان على الشيء كان، يعني لو كنت أعلم أنه هذا الشيء من قبل أني سحبت من قبل، يعني 3 سنين أو 2 سنين أني سحبت وخرجت على روحي. يعني جي هون يعني تصورنا أنه فكرة أنه جهاد يعني إسلام وكذا طلع كله كذب، يعني الناس عم تدجل، يعني يجي هون يستعملك عشان سلطاته ونفوذه هو، فهمت، عشان يمسك هو السلطة وكذا ويظل يعني هو في الملك وأنت تقاتل وتموت في سبيل ولا شيء.